دي الفرقة في الملعب، اللعيبة، والمدرب. جمهور النادي الأهلي إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ اللي أنتم شايفينه ده، إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ ده مش استاد القاهرة يا جماعة، ده استاد ملعب الجوهرة، إيه الجمال ده؟ إيه الروعة دي في أي مكان جمهور النادي الأهلي مبهر مدهش. عجيب غريب بيشجع هو اللي صوته طالع طول المباراة. إسمع. أول المباراة أنا مش سامع صوت الجمهور سامع سامع أهازيج وهتافات وفجأة من ثالثة شمال بنهز جبال جمهور النادي الأهلي بيهز الملعب إيه الروعة دي؟ إيه الجمال ده؟ بالزمة بالزمة دي مش حاجة نفخر بيها ونرفع راسنا للسما بالزمة مش هو ده النادي الأهلي اللي على طول بيفرحنا بالذمه مش هو ده النادي الاهلي اللي طول الوقت في كل المناسبات قاريه او عالميه بيشرفنا ونفخر بيه؟ طب حط كل ده بقى على جنب. حط كل ده على جنب. بالذمه مش النادي الاهلي ده المؤسسه المصريه اللي عمرها 116 سنه 116 سنه تشرف كل ما هو مصري بالذمه مش نفرح بالنادي الاهلي ونقول ايوه ده النادي الاهلي بتاعنا ايوه النادي الاهلي ده بتاع مصر نفرح كده ونرفع راسنا للسما لسابع سما النهارده يا جماعه مش مجرد مباراه والاهلي فاز بيها لا النهارده تفاصيل كثيره جدا ومهمه جدا ابرزها واهمها انك لازم تبقى مؤسسه راسخه نادي له جذور وجدور وتاريخ تاريخ عظيم تاريخ داخل بيه كده وفارد صدره ايوه انا الاهلي مالك تعالى لعبني وتعالى واجهني انا عندي فلان وفلان 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 تعالى بس هاتهم وتعالى واوريك مين النادي الاهلي مش ببالغ ولا بافور والله بس النهارده انا متاكد انك كنت زيي زيك بالمناسبه لما بقولك انت اقصد بيها كل مشجع مصري كل مصري النهارده كان عايز الاهلي يكسب عايز يفخر بناديه اللي من بلده ويرفع راسه للسماء ومرة أخرى ومرة ألف لا تعبث مع النادي الأهلي ما تهزرش مع النادي الأهلي ما تهزرش ليه؟ عشان تاريخه بيقول كده مش بقول يعني فردة صدر مني يعني تاريخه بيقول كده هتيجي تهزر مع النادي الأهلي جول في التاني في التالت وهسيبك في الباقي ده اللي حصل بالظبط النهارده يوم حلو النهارده يوم حلو قوي والله مش مجرد صعود لنصف نهائي كاس العالم للانديه عشان الاهلي بقى معتاد على ده بس التفاصيل كثيره وكثيره 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 ابرزها ان احنا نعرف نحنا ان احنا احنا عندنا قيمه كبيره لعبتنا قيمتهم كبيره نادينا اللي هو النادي الاهلي اللي بيمثل مصر له قيمه كبيره وعظيمه نفرح ونفخر بيهم اوعى تصغر من نفسك ابدا تامني مصري أنت مصري. افرح كده وانبسط وقول أنا مصري. أنا بقى بشجع مصري بشجع أهلي، مصري بشجع زمالك، مصري بشجع إسماعيلي، مصري ما بشجعش كورة أصلاً. أنت مصري فافرح كده وافخر وتشرف ببلدك وتشرف بأي مؤسسة رياضية في بلدك. أي مؤسسة في بلدك عموماً. افرح كده وافخر واعرف إن أنت عندك حاجات عظيمة. حاجات بتاعتنا حاجات نفرح بيها ونفخر بيها وبس على كده